بيان صادر عن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل الثوري السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، نحن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل الثوري السوري ندعو جميع الفصائل الموجودة على الأرض بوحدة الصف ورص الصفوف من أجل مقاومة هذا النظام الغاشم، وخاصة بعد خرق الهدنة عدة مرات، وكما نطالب الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية، وعلى الدول احترامها والتأثير على النظام بالالتزام الفوري. وبعد أن قام النظام بخرق الهدنة سارع بقصف المدنيين العزل بطريقة وحشية وهمجية، مما أدى إلى ارتقاء عدة شهداء وعشرات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء. ونؤكد بأننا قادرون على الرد بالمثل، ولكننا نحترم العهود والمواثيق حتى نستمر في الوصول لحل سياسي سلمي الذي نحفظ به حقوق الشعب. وسوف نكون مستعدين للوقوف جنبا إلى جنب مع الأخوة العسكريين للدفاع عن كل ما يمس المدنيين وعن كل شبر من أرضنا المباركة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.